السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ونتمنى الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال. فوائد قراءة سورة البقرة بشكل يومي ومفعولها العجيب مع قصص واقعية لا تصدق، إلى كل مصاب أصيب بالسحر أو بالمس أو بالعين أو بالاكتئاب، إلى من لم يوفق في هذه الحياة، إلى من أراد السعادة في دنياه، إلى من أصابه الملل والسؤم في حياته، إلى كل مريض يبحث عن الدواء سواء وجده أم لم يجد، إلى كل امرأة لا يستمر حملها، إلى من أراد السعادة والخير، إلى من أراد البركة في جميع شؤونه. كيف جاء في الحديث عن أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيع البطلة، والبطلة هما السحرة. فأحبتي لنتأمل جيدا هذا الحديث. لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا بقراءة سورة البقرة، وبين لنا فوائد هذه القراءة بقوله: فإن أخذها بركة، أي أن البركة ستكون من نصيب قارئ هذه السورة. وجميع ما ذكرت مرتبط بذلك، فالسعادة والشفاء سببها تلك البركة بإذن الله. يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ترك قراءة هذه السورة حسرة، وتأمل كلمة حسرة أي ندامة، ولكن على ماذا؟ إنها على تلك البركة والخير والأجر الذي فات كل من لم يقرأ هذه السورة. فهذه السورة بفضل الله تكون حامية لقارئها من السحر والمس والعين ومن كان به شيء من ذلك. أقرأ لكم هنا بعض التعاليق. أقسم بالله العظيم أن اليقين بالله والدعاء والمواظبة على سورة البقرة وأذكار الصباح والمساء والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، والحولقاء والاستغفار وقيام الليل، والله المستحيل إذا يظن الإنسان أنه مستحيل يتحقق. شكرا ربي يا سندي، الحمد لله. أنقرأ معكم هذا الدعاء العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال، رواه البخاري. لكم تقرأوا الدعاء، ونذكر لكم قصص عن بعض الناس فضل قراءة سورة البقرة، عن تجارب عدة. قرأت هذه السورة العظيمة فحقق لي ربي ما أريد، قرأتها بنية الزواج فتزوجت، قرأتها بنية تسهيل الولادة فسهل علي كل ولادتي، قرأتها بنية أن يشفيني من الوسواس والخوف والقلق، فالحمد لله شفيت منها تماما. سيدة أخرى تقول: أختي جربتها في أمر كان عصيب جدا، ولكن فضل الله وكرمه علينا وقراءتها لسورة البقرة رزق الله من حيث لا تحتسب. والله سورة البقرة فضل كبير لمن قرأها وداوم على قراءتها يوميا. بارك الله لي ولكم، وجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وأحزاننا، اللهم آمين.
اذا كان هذا هو الفيديو ديالي ديال اليوم، نتمنى نكون قد فدتكم. لا تنسوا وضع لايك لهذا الفيديو ومشاركته في مواقع التواصل الاجتماعي. لا تنسوا ايضا المشاركه على القناه الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ديالي، فما تنساوش تنضموا للقناه مع الضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد، ودعموني بلايك وشاركوا مع الاهل والاصدقاء، وانا اراكم في فيديو جديد باذن الله. في امان الله.